مساكم الله بالخير وكل الهلا متابعي ومشاهدي قناه دبليو تي في، وهذه حلقه جديده ومباشره من برنامج حكايه ورباطه. احبه المشاهدين، اليوم هذا اللقاء راح يكون مع ضيف عزيز على قلبي انا شخصيا وعلى قناه دبليو تي في، هو الشيخ صدام العطواني، ونرحب به ونقول له حياكم الله وكل الهلا بك. يا اهلا وسهلا، تحيه لك ولمشاهديك الكرام. حياكم الله وكل الهلا بك. حياكم الله، يا حياكم الله. كفو منك شيخنا. بعد من اسمه برنامج حكايه ورباطه، ادري بك انت منتظر الحكايه، وانا قلت لك الحكايه ما اقولها الا انت تسمعها والمشاهد الكريم. صحيح. فحياكم الله احبتي ومتابعي ومشاهدينا. اليوم راح عندي احد السوالف اللي الاخوان اللي طراها لي سالفه حقيقه، وقال لي انا احب هاي السالفه، بما انها موضوعنا اليوم بمفردات حلوه وراح تسمعونها من خلال هاي القصه اللي راح نرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي تقول في يوم من الايام اجى احد الناس اللي يستسلمون على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله انا اليوم اسلمت على ايدك واصبحت من دخلت الدين الاسلامي، بس انا عندي خصال ثلاث، وهاي الخصال ما اقدر يعني شلون اخلص روحي من العتن، وانت بالخصال ثلاثة مانحن، اذا دخلت الاسلام لازم امتنع عنهن، وذن الثلاث الخصال ما اقدر لهن. قال اذكر لي يعني. قال اول وحده انا من الناس اللي يبوق يعني قبل الناس تحوف حراميه. قال اخوش. والثانيه قال له احتسي الخمر اجلكم الله، وهاي قبل العالم كلها هاي سجيتها. قال والثالثه؟ قال الثالثه الكذب. فدائما اكذب يعني ما بحياتي قريت مره حكايه صدق اذا مو هي كذب بكذب. قال زين انا اريد اسالك سؤال، تقدر يعني تمتنع عن وحده وانا علي اثنين؟ فاختار لك وحده. فتعرفون هاي الناس ايش تختار، هو هذا اللي عنده ثلاث خصال يختار وحده ممكن انه يخلص بها روحه. لا يقدر يترك المشروب ولا يقدر الحرمنه يتركها والسرقه. فقال له انا راح اترك الكذب. قال له بس الرسول عندي شرط لمده شهر بينك لبين الله، انت عندك توبه والتوبه نصوحه، فتريد التوب فعليك الله راح يحاسبك ويتابعك، فانت ما مو عبالك يعني تروح من عدي وراح تنسى هاي السالفه، فانا اريد منك من ما تكذب قول لي ما تكذب. قال له خلاص انا بعد ما اكذب. ثاني يوم راح يريد يحوف، فقال له الرسول ذنيش الثنيه ذنيش ما يقدر، بس قال له انا خلصك من العتن علي الثنيه، هاي الحرمنه والبوق زائدا الشرب انا ذن الثنيه علي، انا خليك تخلص من العتن بس انت لا تكذب لمده شهر. فعلا احبه المشاهدين طلع فد يوم من الايام هو راح يبوق، لقى واحد من هاي جاويد الخير ابو علي شيخنا، قال له ها وين طالع ابو حمزه؟ قال له زين شو قال له؟ قال له حكي صدق، قال له انا راح ابوك. ها هاي سالفه يبتلي على عمره، يبتلي لانه راح يصير امام الله محاسب. نعم. قال له ها انا راح ازور صديق الفلاني الفلاني، عنده صديق، قال له من تروح سلم منه علي، حياك الله خله مش زين، هذا ما يقدر بعد يروح يبوك سوا. فعلا راح زار صديقه، زار صديقه. واليوم الثاني راح يبوك. ايه. بعد هاي الخصله مالته الثانيه مال بوك. ايه. راد يبوك ما ايه. قدر يبوك. شلون؟ هم راح امشي على واحد وين رايح تلقاه من شنو؟ قال له ها والله انا رايح اشوف زرعاتي واشوف ما ادري شنو، وهاي تروح وياي؟ قال له لا، هم راح تمشى شاف زرع وما ادري شنو افتر ورجع، ما قدر يكذب. واستمرت الحاله عنده لمده ثلاثه اشهر، لا تمكن من احتساء الخمر لانه وين ما يركضونه يقولهم غير شيء، فلازم يصدق بكلامه. خلص الشهر اجى للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله انا وفيت بوعدي ولمده شهر ما كذبت نهائيا. قال له اسالك على ذنيش الثنين اللي سويت بهن؟ قال له هن مثل ما يقول بلهجتنا العامه الاوتوماتيك ان ذني راحن. قال له انا قمت لا اروح لهذا الجانب ولا هذا الجانب، العيشه لقيت لها مصدر. صح. والكذب بطلته، وهذا هم بعد قطعته لانه حولت. ف سالفتنا بها ربط شيخنا. نعم. انه قمه الاساءه وقمه الاشياء الخطا هي تبدا منين؟ من الكذب. من الكذب صح. فاليوم سالفتنا الى بها رباط. رباط. احنا اليوم وعود كثيره. كلك رباط ان شاء الله. والحكي الله يحفظك، والحكي هواي، والسوالف الكذب هم شبعنا منه. فاحنا نسولف عن وقتنا هذا احبه المشاهدين. انا والشيخ ابو علي راح نسولف سالفه، نقول احنا في وقت يمكن مرت علينا هواي حكومات اجتي. بس اليوم عندنا اشياء كلش كبيره، انه الحكومه دائما من توعد لازم توفي، يعني اذا قالت مساكين لازم اكفوفه، اذا قالت الفلاح هسه اليوم الفلاحين تاذوا من خلال السيول والامطار وراحت محاصيلهم الزراعيه
وانتم تعرفون الفلاح ايش قد يتعب في سبيل هذا المنتج الزراعي والمحاصيل الاستراتيجيه، ويقولون لهم راح نعوضكم، وهاي الحكي قال وقلت وسوف وسنعمل. الحديث راح يشاطرني به الشيخ صدام، حياكم الله شيخنا من جديد، وانت سمعت سالفتنا واحنا طريناها. شنو رايك بهاي السالفه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياك، وافضل الصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. انت ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حقيقة أقوال الرسول ما تنطبق على هالوقت اللي هم الحكومة اللي موجودين عندنا، الناس البعض منعتهم اللي اجوا السلسلوا بالحكومة ودخلوا بمجال الفساد الإداري والمالي اللي موجود. نعم. انت حكيت على الوعود والحكومات اللي اجت مسبقا ما نفذت شيء. نعم. الوعود تكون دائما الحكومة من تشكل اختيار الاشخاص اللي موجودين من ضمن الحكومة، وزارات، بعض الاعضاء مال البرلمان، الدولة بمفاصلها تشكل من كافة الجهات اللي موجودة، يعني مو من جهة واحدة تشرف عليها. حتى احنا نقدر اليوم نحاسب فلان وزير، فلان وزارة، فلان وزارة. تتشكل دائما المحاصصات الطائفية بالمثل اللي هي مع احتراماتي واعتزازي التشكيلات الموجودة، الكتل اللي شكل السياسيين اللي موجودين، يكون الخلل في إدارة المشاريع اللي تنطلق بالدولة. عذرا المقاطعة شيخنا، يعني أنا أريد أقول يعني هي هل من المعقول أنه الحكومة ما تعرف شنو واجبها؟ يعني الحكومة كل الناس اللي تشاهدنا من خلال هذا برنامجنا، ونقول لكل الناس المسؤولين، نتمنى انه احد المسؤولين يسمعنا، يعني احنا نقولهم ترى الحكومه مثل ابوه، من يكذب على ابنه يصير في محط غير شكل. صح. يعني الحكومه عمرها ما صارت 56، عمرها ما كذبت. انتم اذا ما عندكم امكانيه ليش توعدون الناس؟ انا هذا اللي اوصل الى هاي النتيجه. صحيح. يعني اليوم ابناء العشائر والحمايل، اليوم المحاصيل الزراعيه انتهت، انتم كل سنه تقولون راح نعوضكم، ويزرعون ويتعبون وينتظرون، ترى الزارع محصول ينتظر شلون الجاهل ويجي خير بركة ويجي ويقول لك اجاني الخير يا ربي، اجاني مولود يفرح بي. فكيف انت جاي تقتل ابنه؟ انت اليوم من توعده فد موضوع يعني راح نعوضكم، والراح فد 10 سنين وما جل راح. ما يصير هيك، تجي حكومة غيرها قال ما لنا علاقة احنا، انا والشيخ سولفنا. صحيح. كل الحكومات، كل الشعوب، اللي يجي رئيس جديد يبدأ من حيث انتهى الرئيس السابق، احنا نبدأ نفلش من جديد ونبدأ من جديد. صحيح. وهاي كارثة شيخنا. صحيح، اكيد، بالتأكيد اوافقك بهذا الرأي. نعم. يعني اكون معاك بهذا الرأي، بس لكن انت تعرف، قلت لك انا اختيار الاشخاص غير كفؤين في بعض المكانات المعينة، هاي بالدرجة الاولى. نعم. يعني في كل بلدان العالم اي واحد يجي اذا مو اختصاص، هو فورمان، مهندس، ميكانيك. ليش خلوا مستشارين؟ المستشارين خلينا نجي جانب الزراعة. ايه؟ يعني هل من المعقول أنا هسه رجال مو رئاسي، ايه؟ ولا رجال قاعد بحكومة بس أعرف لها، والله أعرف لها. صحيح. أنا والشيخ صدام هسه إذا نقعد نلعب لعب قوتل يقول. ايه صح. وإذا عندكم تسوي العراق اختصاص، احنا هم عندنا خبرة هسه ما يراد لها علم يا أخوان. بالتجارة. يعني حكومة هسه أنا بنقعد، أنا ابن عشيرة ما أقدر أواعد عشيرة أقول لهم راح أسوي لكم فلان شيء وأنا ما أدبرها. هو مثل مسأل عنده معركة، اكو واحد يهد بدون سلاح، اذا ما عندك سلاح شلون تهد؟ صحيح. زين حكومة، والحكومة الناس غير شكل، الحكومة اذا جاك كتاب منها خير وبركة، بس اذا اجى تفليش والله يا سلام سلم. اكو والله ما نقدر نقول، بس خلي يجي هذا الموضوع والمشاهد خلي يعذرنا، يقول اكو اجلكم الله هوش بالسعودية، يقول بالحليب كل شيء ماكو، بس بالنطح يا سلام سلم. احنا بالقرارات الزينة ترى كل شيء ماكو، بس بالتفليش يا سلام سلم. تجاوزات اليوم اللي صارت على القطاع، اكو بيوت بنت بالمواقع الزراعيه، اللي بيوت العشوائيه هي مو، لا مو بالعشوائيه، اكو مثلا واحد عنده فد 10 دوانم وخارج المحافظه وسوى له كم فد قطعتين ثلاثه وزحن، يجون يفلشونه. ليش بانت شو لاحقين العالم بعربانه بتقول تريقون؟ اكيد صدق تحكي، اذا هو قاع ومشتريها وبها سند احسن. لا لا، هو عقد زراعي، هو زارع الرجال، بس يريد يسكن يم زرعاته. انتم يومية ملحقينه جايبين الشفل، هي هاي دبرتوها؟ يعني هاي حكومة تدبر بس ليش ما تفلش؟ تحلون هو منين للمواطن؟ ليش ما يحلون مشاكلهم؟ نعم. يعني اليوم هو ابن الشعب ما عنده امكانية يسكن ببيت، هو لو عنده امكانية يسكن ببيت يقعد بهاي المكانات لا. اللي هي ما بيها خدمات،
لا تنطبق على مواصفات الإنسان أن يعيش بيها، هاي مشكلة كلش كبيرة. زين، فهو من الضرورة لجأ لهاي المكانات وراح سكن بيها. صحيح. المفروض الشعب زين يراعى من قبل الدولة والحكومة، اللي ما عنده بيت يوفرون له بيت، اللي ما قطعة أرض الله أكبر قطعة أرض. زين، الناس هواي عندنا متضررين حاليا قاعدين بمكانات هم لا حول ولا قوة. ولا قوة. شيخنا خلي زين. المشاهد يشاركنا، شو تقول؟ تفضل تفضل. يا ريت والله الأخوة بالكنترول إذا تليفوناتنا جاهزة فخلي تظهر أسفل الشاشة حتى المشاهد أيضا يشاركنا اليوم بموضوع حلقتنا، ونتمنى من الأخوة الفلاحين نشوف فعلا ظهرت أرقامنا أسفل الشاشة. حبة المشاهدين عليكم إلا أن تتصلون، وإحنا حاضرين الآن الشيخ أبو علي اليوم نجاوب. حياهم الله. فشيخنا الله يحفظك. الله يسلمك. أنا مو فلاح. ممكن أنت مو فلاح. أكيد. بس إحنا ولد ريف. عندنا خبرة. ولد قرية. صح. وعندنا خبرة. صح. واليوم الشكاوى المواطنين اللي يجي يقول أبو حمزة من تقعد سالفنا هاي السالفة. ترى إحنا انتهينا، أنت صارت إن كذا. هسا اللي جانا المطر هذا رباني. ما بي اعتراض. لا اعتراض على حكمة رب العباد. بس احنا اكو محاصيل انتهت. انتهت. حتى عندنا حقول للدواجل غرقت. زين، يعني هاي الخسائر اللي موجوده على الناس هاي سوف ضرورة. سوف ها سوف على سوف ظلوا اي هذول زين. راح ينطوك وان شاء الله الوعود موجوده، وروح سوي تعويضات. لجنه التعويضات حقيقه بالفساد المالي والاداري يجون يساومونك، نطلع لك هالقد وناخذ من عندك هالقد. زين، الشعب شنو وين راح يوصل؟ الى متى؟ زين، شركات رصينة ما جاي تشتغل عندنا بالعراق. شركة ريدنا رصينة تجي تبني لها تبليط شارع بيحط شارع ينبني ورا 6 أشهر يقوم. ليش؟ أساس مو صحيح. فالبنية التحتية حقيقة حتى الشعب فقد الثقة بالحكومة. ليش؟ لأنه سالفتنا اللي تشذب هواي. صح. بعد ما حد يصدق. ما حد يصدق. أنت سامع هاي السالفة مال هذا احترقنا؟ ايه تقدر تسوي لي يا شيخ؟ احترقنا اول مرة شنو؟ ايه صح احترقنا. ايه احترقنا. ركضت علي العالم. رادوا يطفونه قالوا كاميرا خفية. ايه جماعة قالوا خلوا وردوا. تعرف العالم من تتنخى. صح. بعد ما بيها مجال. والله. ثاني مرة هم تنخى وهالشباب قال يا بخاف صدق محروق هو. والله. اتصال؟ نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا، من وياي؟ شلونك خويا؟ حياكم الله كل الهلا. انا صلاح من مصر. اهلا وسهلا حياك الله، تفضل. اخويا احنا جانا طيران دمر زروعنا دمار، وتعبت بالايام هذه يعني ما زرعنا احنا منطين دمنا كله. الو الو يا اخوي تعذير يعني نطالب من الدوله تعويض ما باي شيء. الو ولو الكلام يعني ما جاي يوصلنا بصورة صحيحة. هو من الموصل يطالب بالتعويض، بس يعني التعويض عن المزروعات يقول مو اي اي نعم اخوي هذه التعويضات والله مضرين كثير. شنو التلف صار عندكم بالمحاصيل الزراعية؟ والله اذا فيضان ترخص يعني كله فيضانات ضربت الزراعة كله. صحيح. اي والله احنا يعني قضاة مجابة تحت. ايش قال لكم الحكومة المحلية بالموصل؟ ايش قال لكم راح نعوضكم؟ لو قالوا سوف. والله بس كلام يعني ولا حد جاء علينا ولا حد جاء المزروع. ايه ما شافونا حد جاء. انا اشكرك، انا اقول لك وصلت الفكره وراح اسولف لك سالفه. احنا يمكن محض سؤالنا في بدايه الامر احنا قلنا انه لحد الان احنا نريد كلمه صدق، يعني هسه من خلال سالفتنا اليوم هلت نهلا بالصدق. النجاة ترى النجاة في الصدق مثل ما يقول ابو علي، وهذه كلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام. فاحنا ليش ما ناخذها بهاي الكلمه؟ حكومه ما تشذب يا اخوان، والله حكومه ما تشذب. بس هسه هذا الموديل انا ما شايفه قبل، انه تشذب على المواطن يقول له راح نطيك ويشذب عليه. اي شيخنا والله الحق للمواطنين واحنا مع المواطنين. الوحيد المتضرر تعرف الموصل ايش قد موقعها مهم خاصة المحصول الحنطة يعني. اكيد اكيد رقعة جغرافية الموصل لا بأس بيها يعني بالنسبة. مو بس الموصل ترى عندك الكوت اندمر واسط وما واسط والبصرة وين مكانات واسط كل سنة تطلع الأولى بتصدير محصول الحنطة. ايه زين ايه ايه يعني وهذا المحصول الحنطة والشعير إذا المطر أكثر خاصة من يقولون من يسنبل بعد من تمطر عليه الدنيا هذا
ينصاب بامراض تجي ديدان يخرب يعني بين قوسين. مو بس هذا تلف يلاقون صعوبه هم بتسويق الحبوب حتى لو صار المنتوج الزراعي يلاقون صعوبه بتسويق الحبوب الى السايلو. يعني الدوله ما جاي تاخذ بنعتهم بالصوره الصحيحه مثلا اكو بهم كميات احنا ظلت عليهم. تتذكر الله يرحمه الوالد على ايام ابوك وجدك كانوا يقولون والديك كانوا يسولفون يقولون انت على خضر ايه على الخضر انا انا داين من عندك فلوس ايه؟ اعتبر على السنه هاي جديده من يجي المحصول انا موفيك ايه؟ زين انت لا سنه حكومه تنطيك لا سنتين لا ثلاثه. اكو بعض الناس الفلاحين مصدرين محصولهم اربع سنين ما جايهم ريع وهاي كارثه شيخنا. صحيح احنا اليوم نتعرض الى كارثه يعني ممكن يتعاقد مع تاجر انسان عادي افضل من ما يتعاقد مع حكومه وبعدين تطلع كذب. صحيح حقيقه هاي. فشي راد لها؟ يراد لها كالاتي انه انتم شيوخنا سووا لكم مشي يوم من الايام هي. انا اللي ادري بيكم حتى على ايام الوالد الله يرحمه الله يسلمك باع طويل عندكم مع حكومات متعاقبه رحتوا زرتوا رحتوا هموم المواطنين هاي لكن. الفلاح ترى ما عنده امكانيه يوصل الى هاي المناطق. والله احنا بالنسبه لنا نعم يعني الله سخرنا الخدمة المواطن سنت. حقيقة وهم كلهم المواطن منين ابن عشيرة وإذا ما يطلع أنا خالة أقرباء خلنا أخذ هذا اتصال شيخنا. نعم ابن عمه تفضلوا. ألو ألو أهلا وسهلا سلام انقطع الاتصال حياكم الله شيخ. إيه لازم يطلع قرايبك يطلع قرابتنا احنا بيت واحد ترى هو العراق كله بيت واحد. صح إيه الخال وابن أخته. هسه انت ترأس مجموعه ومجموعه خيره الحمد لله وابن هذه العشيره وعلى رأسها جنابكم الله يسلمك بعد الوالد الله يرحمه وخير خلف لخير سلف. الله فأكيد عندكم فلاحين عندكم بالمحافظات اكيد اكيد احنا عندنا قيعان. نعم ايه عندنا انتم مبورين هاي القاع لو بعتي. لا والله عند الصلصال عند المنضمنين هالقدامى وظاله اي ظاله عندهم لحد حتى ارباح ما جاي ناخذ من عتين. انت تشوف الفلاح مجرد داير بارع على الارض نعم. وما جاي يسترزق من عته يعني الربح مو ذاك الربح اللي كنا نفكر به بزمن اهلنا بالمثل قبل. يعني اهلنا كانوا يقولون اللي عنده قاع هو الملك. هسه اللي عنده قاع اللي عنده قاع خلينا ناخذ علي من سنجار ايه؟ انا اليوم هاي اقطع سوالفك بس المتصل نقول عليه خطيه. اهلا يا علي اخويا عزيز احنا مال سنجار تعرف انت سنجار قد تاذت يعني اي وبيك خالد حياك حياك اسمعني من الهاتف وسولف بما بدالك حياك الله. ايه اخويا عزيز انا جتنا تعالوا ودوم جانا امطار ودمرت منازلنا والله العظيم منازلنا طين تدمرت بالكامل لا الحكومه لا حد نظر علينا ولا حد شفناه. ايه المدبرين بالكامل يعني لا حكومه جتنا لا حد جاء شافنا لا حد دار شنو حياتكم اللي تعيشونه. ماشي انا اشكر اتصالك وممنون وانا اقول لكل اخواننا المتصلين انه يوطينا صوت التلفزيون احنا نريد نسمعك وانت ايضا تسمعنا بشكل واضح وحياكم الله شكرا لاتصالك. يقول بيوتنا طين ايه والمحاصيل راحت والطين شكرفه هذا المي راح نهاه فهي مصيبه. ذاك اليوم صارت مطره جاء واحد من ربعنا قلت له شلون الوضع قال لي وشنو الوضع شو صارت عجب بقى بسوادي. صحيح. يعني احنا الامثال تضرب انا اقول يعني المفروض هواي اكو غرفه يسمونها غرفه طوارئ او غرفه عمليات خليه ازمه خليه احسنت خليه ازمه صعبه على الحكومه شيخنا. لا مشكليها احنا هسه لا نبخت الحقوق يعني بالنسبه يقول سنجار هذا ابو سنجار يعني ما وصلنا يعني رئيس وزراء والخليه اللي خاصه الجيش يعني الجيش وقفات عندهم حلوه وقفاتهم مشرفه بسياراتهم الخاصه احنا جايين نشاهدها بعيوننا. نعم يعني بس لكن قدره الدوله هاي قدره هو الخلل الخلل بالخطه الاستراتيجيه للمياه وين راح تروح؟ بنصير عندنا سيول بنصير عندنا فيضانات الموارد المائيه اللي موجوده عندنا. يمكن انا فتره من الفترات اشتغلت على هذا الموضوع وكرمت من قبل الاتحاد الاوروبي نعم على مراقبه المياه والكوارث البيئيه اللي تصير بالمياه زين يعني هذا موجود موثق عندي. يعني الراد وضع خطه كبيره لانقاذ العراق من السيول والمياه اللي تجينا عشوائيه خلينا نقول من بعض الدول تنفتح علينا زين فيراد لنا خطه هاي المياه من راح تجينا وين راح تروح حتى راح يحولوها على الثرثار زين
وذا حولوها على دجدة والفرات. هاي يجب أن نستفاد من عدها تكون خزين إنه ما راح ضر المواطن، ما راح ضر الفلاح. نعم. هاي الناس اللي خابرتك واتصلت بيك هسه حاليا. بس لكن أني أشوف يعني الخلل موجود عندنا بالموارد المائية، يعني بالاستراتيجية، الخطة الاستراتيجية للمياه منتجة علينا للعراق. يعني يجب أن نكون تكون لها خطة مدروسة، هاي المياه وين راح تروح، وين راح تنحفظ. أكو مكانات عندنا موجودة، هاي الفضاءات اللي ظالة عندنا بالصحاري اللي موجودة، يسوي لها مشاريع استراتيجية. بالعكس هذا المي راح نستفاد من عنده مستقبلا، ما راح يضر الناس ولا يضر المزارعين كلهم. مع ذلك احنا أنا يعني ألاحظ دائما رئيس وزراء شخصيا يعني لاحظ بالتلفزيون والداخلية والدفاع لهم دور كلش كبير بآلياتهم ينقذون الناس. والنعم هذه مجربة وإحنا شايفينها. نعم. والنعم. يعني هاي نشوف إحنا بعيوننا. هسه هاي الخطة مرات يقول نجعل إنه الأهم في البداية وبعدين المهم. يعني إحنا أول بداية أحبة المشاهدين ننقذ أرواح الناس. أكيد. وبعدين المحاصيل وأجلكم الله الحيوانات، هاي مو مشكلة. أكيد. أهم شيء هو روح بنادم. أكيد. وبعدين أنا أقول لكل الأخوة المتصلين من فلاح من ترى هو المي والسيء من إجا عم على كل الناس. بس هو هذا أمر إلهي، يعني الحكومة ما إلها يد بهذا الموضوع. اليد كالآتي، إنه نقول لهم هلا تنهلا بهاي الناس. إرهاب، تعرضنا إلى إرهاب، إلى قلة أعمال وبطالة تعرضنا إلى عدم وجود أمن أثقل علينا هواي كاهل أمور الناس. الناس تيتمت، ناس ما عدها، ناس ما عدها أراضي، بنت بالمكانات الزراعية، بمكانات العقود، بالطابو الزراعي. هلا تنهلا بالناس، هسه مو وقتها، مو وقت تتكذ المواطن وتحاسبه على قانون اصلا انت ما منبهه، انت ما قايل ليش، ولا تخليه في موضع تحصره بهاي السوالف. روح جيب لنا، انا هواي اكو مرات اتفرع بالحكي. الحكومه تقدر ترفع عن كاهل المواطن باشياء بسيطه حتى ما يراد لها ميزانيه. يعني لا تكثر عليه تجيب له المستمسكات. اللي يريد يطلع جواز لازم يجيب تبعيه امه وخالته منين جايه، او لازم يطلع شهاده جنسيه فيتشي ولا موحده. يعني هو عراقي شنو صعب عليه جواز؟ اي والله اعطي جوازه واجيبه لبيته. خلي ادلل بسوالف انا اقدر لها. الشيخ يقول هاي خارج نطاق الحكومه، بس اكو اشياء والله سهله، سهله كلش بسيطه، انا ارتب حالي وادبرها. وخاصه من تريد تسولفون يا حكومه اصدقوا، قلت احنا راح نسوي لكم كذا، بس سوي ثاني يوم، اريد ثاني يوم كون اشوف شيء اقول والله الباحة قالوا. مو ورا 10 سنين ترى بعد حتى فرحة ما بيها. يعني ذول المتظاهرين اللي بساحة التحرير. نعم. عادة للعقود، هو اليوم من يقدر يعوف الدولة ويعوف الوظيفة مالته اذا مو اكو ظرف طارئ عنده؟ ايه، من يقدر يعوف رزقه؟ صحيح. راح عليهم احد النواب اللي هو حسن سالم ابو ربيع جزاك الله خير. نعم. وقعد وياهم ودائما واكبهم وافتهم من عدهم وطالبه، وهو والنائب علي على الغانم همينه، طالبه الدولة أصور صدر قرار بإعادتهم. مثل ذولي أعالج المواقف الأخرى اللي هي السكن، اللي الناس اللي ما عندها سكن. الضمان الاجتماعي ضعيف عندنا حقيقة، يعني الرعاية الاجتماعية اللي موجودة ما تسد. يعني 150,000 كل شهرين أو 200,000 ينطوا كل شهرين ضمان اجتماعي، وبلد نفطي ينتج نفط يغذي العالم كله، ابن البلد ما عنده 250,000 300,000 تكفي شهريا. هو هذا، هاي معادلة هسه عندنا. انه هواي، انه وحده مثلا ونسولف بها، شو نريد نسولف؟ على التموينيه، نسولف على اليمن، نسولف على المستشفيات التموينيه اللي حد الان بيها بس مفردات اثنين. يعني لو يجيك شكر، لو يجيك شاي، والعالم مستانسه على الشكر والشاي، العفو شاي ماكو، شاي وشكر وتمن، لو مره زيت وياخذون كل حصه 10,000 مجقد، وين تروح الفلوس وما تجينا؟ يا جماعة أنا والله ما شايف تجارة. أهلا بالاتصال، من وياي؟ حياكم الله. السلام عليكم. هلا يا بعد، روح يا وياي. حياك الله. أبو كاظم الإمشاري. أبو من؟ كاظم الإمشاري. أبو كاظم. أبو كاظم، هلا هلا بالعمشان، كل الهلا أخوة باشا. حياكم الله. على راسي، حياكم الله. هلا أبو، هلا أبو كاظم. المستاقية حياك الله والنعم منك ابو كاظم. الله يسلمك، الله يسلمك شيخنا وحيانا ضيفك الكريم. حياك الله ابو كاظم. الدولة سهية معكم المستاقية شيخنا. الله يحفظك بخدمتكم. الله يسلمك،
رئيس وزراء نفسه يجي يمشي. ايه. الوقت هو ما عاد يلفت له، رئيس وزراء ما عاد يلفت له، بعد يعني يلفت. أنا أي والله يا أبو كاظم يقول إذا وذاك اليوم رئيس الوزراء بالحسينية ووعد الحسينية ولحد الآن لم ينفذ أي أمر، صحيح؟ الحسينية طبعاً قبل الفترة شنو كان عليها؟ صحيح. هو هذا هو هذا أبو كاظم من نسولف عليه ونقول الوعود الكاذبة، يعني ما يصير أنتم تسولفون أنتم حكومة، إذا الحكومة تكذب المواطن شو يسوي؟ هي هاي سالفتنا. الله يشكل. ايه. اقول اذا هم شجاع يامر بنفسه ريس دينه. ايه. يا ناس بعد زوار كلها تشتت. بعد مساق هي ماكو. ايه. ما كل اشف الله. الله يحفظك. الله يسلمك، الله يسلمك. شكرا ابو كاظم، شكرا اخو باشا، ممنونين لاتصالك. شكرا. يعني تعقيبا على كلام ابو كاظم، ايه قبل فتره كنا بفصل ام احد العشائر تحياتي لهم، فرحنا احنا بالفصل دخلنا مكان اسمه هو السكلات والشريخي وما شابه بالحسيني بالحسيني. والله العظيم ما ينطب صدق، طين والشوارع محفره، تبليط ماكو، خدمات ماكو، افتهم ذولا ما محسوبين على البشر؟ لا يعني ذولا مو انتخبوا، وهم ذول مو راحوا انطوا اصواتهم، يعني الخاطر انتخاب، الخاطر صوته يقدم خدمه للمواطن. روح شوف الخدمات بالحسيني، اتحداك اذا تقدر تطب بالشارع نفس الشريخي وتطب النوب بالشوارع الاخرى، السكلات وما شابه ذلك، اذا قدرت تطلع من عتها عاتبني، يعني السياره ما تدخل بي. هو ابو كاظم للحسيني حاجيك الله يساعده، يقول لك احنا المشكله صارت موضوع التظاهره، اجى رئيس الوزراء من الصبح وقعد وقالهم شنو تريدون احنا بخدمتكم، واذا بالنتيجه النهائيه وعود وماكو وفاء. يعني هي مسؤوليه، هو هي موضوع حلقتنا اليوم. يا رئيس الوزراء من تواعد اهل الحسينيه وتواعد فلان منطقه كل العراق من تواعدون، او قلتن تعالوا يا ابنه، قلتن يا ابنه ترى احنا لا عندنا امكانيه وما بينا فايده وما ندبر الحكي. بعدين هواي اكو ناس وبتها سووا هي مشاريع، مثلا انا عندي فرع، قل لي انا وين حدي؟ قل لي هذا حدك، انا اسوي رصيف، انا وجاري والقبال اذا عندنا امكانيه نسوي لنا رصيف، نبلط الشارع، احنا هم محتارين، نريد نسوي لنا فد شيء مشروع خاص، نقول خاف تجي البلديه وتشيله الزيحه. لا خلينا نكون واقعيين شيخنا. نعم. احنا دائما نسلط هسه مثل الاطلابه، بالمثل اطلابه يم غير عشيره ويجون يقولوا لك على عشيرتك. احنا لا نبخت الحقوق، انا اقول لك بالنسبه لرئيس وزراء عنده امانه بغداد، عنده أمينة وعنده ميزانية، وميزانيتها من وزارة المالية تنطلق لها. نعم. الخلل في أمانة بغداد. هذا الخلل، الضرر اللي يصير بالمحافظة، بالمثل محافظة بغداد الراشدية، من اللي يبلغ؟ اللي يبلغ رئيس وزراء، رئيس وزراء مسؤول على كل الوزارات. خلينا نكون واقعيين يعني بالكلام مالتنا، نكون دقيقين وين الخلل حتى نعالج الموقف. الخلل في أمانة بغداد، أمانة بغداد عندهم ميزانية، عندهم مبلغ يركض لل من يحاسب أمانة بغداد؟ اللي حاسب باجتماع مجلس وزراء ينطرح هو الموضوع. من الأعلى سلطة تحاسب رئاسة؟ أكيد أكيد رئيس وزراء، أكيد رئيس وزراء. هم يقولهم أنا وعدت العالم يا أمانة بغداد، هي صعبة أمانة بغداد؟ أكيد. هذه المرأة هي مرأة مسؤولة عن أمانة بغداد، ما يقدر يتصل بها تليفونيا يقول أنا الباب حطيت كلام لهاي المدينة، باكر أنتم وآلياتكم أو كل الموجودة الأقضية في بغداد كلها تحول بهاي المدينة وتنجز عمل، حتى نكون صادقين بما أن موضوعنا الصدق، صدق الحكومة مع المواطن، هو اللي نريد نحكي شيخنا. اكيد صحيح، هم هسه المواطن مو صعبه يعني ما له ثقه بالحكومه صارت، يعني اليوم من كثر الوعود اللي موجوده. اوافقك بالراي بهذا الراي يعني، بس لكن احنا اليوم خلينا نكون واقعيين بالخلل الرئيس. هسه عندنا الوزارات الامنيه لحد الان بدون وزراء. ليش؟ شنو السبب؟ ما عندنا اكفاء، ما عندنا قاده امنيين، ما عندنا قاده امنيين ضحت ونامت بالتراب، مثل الفريق عبد الغني الاسدي، القاده اللي موجودين اللي وياهم بالمكافحه الارهاب، اللي موجودين اللي قاتلوا، يعني ذولا ما نقدر احنا نختار وزير كفو نجيبه نخليه، او اي لواء، اي ضابط، اي مسؤول نجيبه نشوفه كفو نخليه يقود لنا وزاره. لا احنا بالنسبه لنا شيخنا هسه كعشائر كابناء حمايل، عشائر احنا مو واجبنا انه نختار رئيس الوزراء، احنا ما نختار، لا او احنا هذا موضوع ما يهمنا. انا احس
ان هذا الموضوع اختاره زيد وعبيده احنا ما يهمنا. إيه؟ هسه الامن مستدام والحمد لله والشكر، والامور الامنيه والقاده الموجودين بالوزاره الداخليه والدفاع ماشيين الامور، كان وزير او ماكو وزير، اليوم اكو بالوكاله، بس احنا اللي يهمنا البنى التحتيه وما يشعر به المواطن. اكو وزارات خدميه اللي هي التجاره تمام، واللي هي الاشغال والبلديات، وايضا المحافظه اللي ما تساعد، يعني كل المحافظات لها صدى واسع ويعرفون منتسبين يعني هاي التخطيطها مو ياهم خلينا نضيفها احبه المشاهدين. يعني كل هاي ما تدبر هذا الشغل، احنا متابعين على ما يهمنا وزير الداخليه ولا يهمنا ابو الدفاع ولا يهمنا حتى حاطين وزير المراه، المراه شنو يراد له وزاره؟ انت تدري خلينا ناخذ اتصال. لا تدري الدوائر الامنيه تعقيبا على كلامك، الدوائر الامنيه قامت تشتغل خدميه؟ اي يعني بالطوارئ بخليات الامن. خلينا نلزم مواقف على الخط. حياكم الله، اهلا وسهلا، منو جاي؟ حياك الله ميثم ابو يوسف من اهل منطقه صغداد. حياك كل الهلا، اهلا وسهلا بحفظك يا حبيبي. كل الهلا بيك والنعم منك. حبينا نسالك في برنامج العزيز. والنعم منك فوت سالم، تيسر. السلام عليكم حبيبي. اهلا ومرحبا، اول شيء نصينا صوت التلفزيون واسمعنا من التليفون وبراحتك. الو انا اسمعك، حياك الله تفضل. يلا من جال حبيب الله حياك. احنا وصلنا نشتغل البرنامج العزيز اللي جاي يساعدون المساعدين شنو يلقي المعاناه العراقيين الحقيقيين. الله يحفظك. الله يحفظك. يعني حقيقه العراق اليوم جاي يعاني ما يعاني، واكثر المعاناه اللي جاي يلاحظها مو المحافظات وانما بغداد واضاء دقه بغداد. صحيح. اريد مموله حقيقيه حتى نقول هذا التهكوي. والله حق صدق. ايوه لك الحق والله. اكو اتصال اخر، حياكم الله، شكرا. اتصال اخر. الو السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، منو جاي؟ شلونك؟ مسلم المياح من هذيك. اهلا بمياح. اهلا وسهلا، حياك الله تفضل. بالنسبه لنا في الاليح من هذيك شو ما اسمعك كود برضه. اهلا بهلا القرنه، حياك كل الهلا بيك. اهلا وسهلا. هو من نزل هذا الماي مال ايران اللي هدوا علينا؟ اي احنا كظل اساس عندنا مال الروطه ووقفنا عليه، وجدنا الدوله ومن ضمنهم وزير الموارد المائيه اي وقائد عمليات صدق، وقال يابا نريد نطير المايك وبناء عم زرع. احنا زارعين تقريبا 30,000 دونه من الفلاليح كلها، وصار اجتماع ولقاء قال نعوضكم، وهسه لا ابو حلو لا مسحاته. قلنا يا محمد فيض الزارع ولا فيض الشركه، الشركه للشعب كله. نعم. اي بهذا الحد. ومن هذا الباب هسه شو؟ قالوا سووا معاملات، سوينا معاملات، زرعنا طمس والشركه تلمت ان شاء الله. واحنا زرعنا راح وكل شيء ما حصلنا. احنا شوف هذا الموضوع البارحه كلها تناقلتها وسائل يعني التواصل، انه صحيح. حتى احد ابنائنا، يعني احنا ترى ابن الداخليه وابن الدفاع هو ابني وابن الشيخ وابن كل العشائر، يعني قتل واحد من خلال الاعصاب المتوتره. صح. والمحاصيل هذا تريد الاف الدوانم، راح اذا هدوا عليه المي راح ينتهي، فهو حقه يعني، وراح بها ضحيه هذا الضابط خطيه المسكين، والنتيجه النهائيه هي شو سوى، هذا امر الله من كلا الجانبين. نعم، فحق هذا ابو القرنه اذا بقى ويانا احنا نسولف، واذا راح انقطع الاتصال. شيخنا انت سمعت ابو القرنه، نفس الوعود، نفس الوعود، الوعود هي هاي الكاذبه. ايه المشكله والعالم هسه حتى وزاره الموارد المائيه، ايه من يصير هنا خزن هواي وراح تفيض هاي المدن، صح، يودونها وين؟ على المحاصيل الزراعيه، وبالنتيجه النهائيه راح يتلفون الاف الدوانم وتروح ورا ما تنتلف. تجي وزارات يقول ليش مسوي لك هنا جملون وضامبين مثل
اجلكم الله حيوانات مسيلك مشروع لا فلشه انت خارج الموضوع يا ابو موان انتهيت عاد خلوني بهاي الارض الزراعيه خلوني اسوي مشروع دواجن عجول بس المهم ارتب حالي يستفاد مني كم مواطن هسه هي الاراضي الزراعيه منو بحالها ضاله هيمه لا وصلت للكهرباء لا وصلت للمي وانتم شفلاتكم متركضون تهدمون بهاي الناس لا تخلون لا اكو مثل يقول لا ترحم ولا تخلي رحمه الله تجي مو صح وهي لا تخلي رحمه الله تجي اي والله هي هاي الكارثه فاحنا الوعود ما شاء الله يعني اليوم اذا اريد نسولف ما ادري شلون هذا واحد قال انا اليوم راح اسوي لكم اياها كذي راح سوال الهور ما شاء الله زور مرقى وشفاشير المدشين القصب مدشين زور مرقى والبرد خواشي خواشي يعني هسه احنا هتشذب شنو نبي ايه اكو اتصال صباح عليك امراك على ناحية الخير هلا واحنا على القرنة على صفحة السويد ايه السلام عليكم اهلا ومرحبا انت سالفت سالفتك وبعدين سلمت ايه فوت سالم وزير ايش واعدكم بالله؟ وعدانا بتعويض هسه انت مساحتك صفحه ناحيه الخير هاي اللي بها النقيب انكتر مو يمنا احنا على صفحه ايران خوش ايش قال لكم وزير الموارد؟ صفحه مجنوني ضحينا مزرعنا لاجل الشركه اي عافيه ايه وزير الموارد المائيه قال هاتلكم بتعويض ردوا معاملاتكم وحدنا رفعنا معاملاتنا وهن نترجى بس مواحيد الدولة خافوا نعدل ايش قد صار لكم ايش قد؟ تقريبا صار لنا 25 يوم شهر يا بعد وقت عيني بعد وقت 25 يوم وتترجى راسا يجيك صك بعد بعد مواعيد الدولة هسه انتم شلون تنكم تخاطبون مواعيد الدولة بعد بعد يا روحي بعد بعد كم يوم ان شاء الله بلكي الله هاي يسمعونا ويستعجلوكم بالتعويض 40,000 دولار الله يساعدكم 40,000 اي والله ما اقول لك اللي لنا بس احنا تقريبا كل واحد دار عليها 800 وهذا 700 وهذا 1000 وهذا قد ازيد الله يكون بعونكم والله احنا كنا اذان صاغيه وجاي نسمعكم وجاي نسولف نقول لكل المسؤولين هذول الجماعه اللي ضحوا بنخلهم وبنتوشهم الزراعي في سبيل شركات تبنى ومساعده ابناء الحكومه ويقولون لهم هلا بيكم بس المفروض التعويض هسه ما نقول شايله بجنطه على الاقل يكتب اسمه ويكتب له ساك ويقول له تفضل استلم تمام؟ اكو اتصال؟ نعم انقطع الاتصال انا اقول لكل الناس المسؤولين هذول خطيه اللي اعطوكم قيعانهم ورتبوا حالهم وقال لكم هلا ومرحبا هاي بيوتنا وطبعا هاي القيعان الاف السنين من ابو جد شيخنا تمام صح وانت اذا متوارثه متوارثه شنو رايك انت هاي المحاصيل الزراعيه وما يطوك يخلفون بالوعد شلون حالك يعني هو الاساس الفلاح يعني عايش على القرض الزراعي الفلح ترى كلهم يعني اللي موجودين عندنا بالجنوب وباي مكان بالعراق نعم اذا ما يندعم الفلاح من قبل جمعيه الفلاحين وياخذ قرض من المصرف ويزرع ما راح تنهض الارض مالته ما عنده امكانيه زين اذا جت سيول وروحت المحصود كله وين يروح وين ينطوج هو ينتظر وعد خلينا نشوف اخر اتصال نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا اختي حياكم حياك الله شلون صحتك انا اسمعك حياك الله هلا مرحبا شو اروح لك انا ادعوك انه تنصين صوت التلفزيون امي حتى اسمعك واضح اسمعيني من التليفون يلا شو اروح لك انا مريت قتل الحافشي وإيجاري وصل على يكفيك الشرب من الدين فوق من نعمته ايه الدين والدوني عود على كافي طولة قطع أراضي متضررين للتعباني وقدمنا وكل شيء ماكو وقدمنا قالوا الناس ما التعويض راح قدم يا باني شاء مو وديت وراح شهيد قتيل قتل هاك قالوا يا اللي على التعويضات قالوا عود نعطيكم بدل 50 مليون وهم قدمنا وهم كل شيء ماكو هاي من 2008 ايه في لك هو طاح بالزمان ولحد الان كل شيء ماكو بركت هسا احنا ما نريد شيء عمي لا نريد تعويض ولا نريد اريد تعيين شو
بلوى بلوى يا حجي والله العظيم احنا جاي نسولف انا وابو علي. ما اريد هسه لا اريد حفر ايه؟ ولا اريد جيعان ولا اريد بيبي. خليها لهم يشبعون بس هم يكونوا يشبعون. زين ايش عجب ما راجعتم مؤسسة الشهداء؟ اقول لك كفيلك صاحب الزمان لا خلي ما خليت تداي دول. ايش قال لكم؟ ايش قال لكم؟ ها؟ ايش قال لكم؟ قالوا لنا قدموا وخلي رقم تليفوناتكم ونحن نتصل عليكم. قبل فتره رحت قلت لهم يا فلان فلانه انا الحارس تعرفين الحارس؟ قال لي خلص يعني جاي تتحلمين؟ عمي هذول حكي ومشي المهم مسكته. يمكن هاي الشغله يعني احنا متعودنا عليها. والله بلوى شلون واحد يتعود والله بلوى على اكل التمن الحصه بطلنا الملك. اي والله اي بشر من نار من مرتين من ثلاثه من اربعه من خمسه يمل يتشل. اي وين نسولف عليها بعد ماكو مصداقيه يا يمه بعد ماكو مصداقيه. شكرا. هسه احنا ما نريد شيء قلنا من جنابكم ومن احد هسه راح نذبح منا على الشيوخ. لا خلينا المرجعيه ما ذبيناها منا ولا خلينا الحكومه ما ذبيناها منا. هسه قطعوا الشيوخ خل هم نذبح منا على الله عليكم ما عندنا واحد. يما اذا تسمعيني اذا تسمعيني ابو علي يقول خلي تخلي رقمها بالكنترول واني خابرها وحتى ابو علي الشيخ صدام راح يخابرك وهو عنده معارف هنا ان شاء الله ويقول شوف شلون نرتب الموضوع. نروح نسعيلك اذا ما نسعيله ان شاء الله اذا ما عندك راتب متفشي ايده بالجنه ويحفظ كل عزيز على قلبه يعني ينقذ له عائله. انا بالنسبه لي الثاني ترى هواي اكو عوائل الهندس والهندس والهندس مني. اذا تسمحيني اذا تسمعيني اذا تسمعيني بس اريد منك عطوه لا تسديني التليفون هسه. الولد راح هم جابوك او الطريق مش الكامل حتى احنا بنخلص البرنامج يتصل بيك ابو علي. ابقوا وياهم ابقوا وياهم على الخط. وياهم طالب حقوق نساعد. سمعت ابو علي يعني هذه المراه هاي يعني وحده من الملايين. نعم حقيقه يعني انا هوايه شاهد هيك ناس يعني خاصه يعني نقعد احنا بتعرف احنا منطقه شعبيه اللي نقعد بها الصبح نروح ندام بالمكتب زين اشكال صحيح ايتام ارامل ناس ما عندها رواتب، ناس ما عندها بيوت، ناس ما عندها رعايه اجتماعيه. واعدينهم. والله العظيم ناس ما عندها علاج تشتري. علاج شنو العلاج؟ ناس مرضى علاج ما عندهم يشترون. صدق. زين مأساة حقيقة. وهاي الطب هم لها فد قاعدين رادنا سوالف وهاي شيء. اي اكيد صحيح. نسوي لنا حلقة ثانية عن الطب لازم. الباحة رحت مدينة الطب ازور احد الاخوان اللي الله يشافيه ان شاء الله ويعافي كل مريض ان شاء الله. فرحنا الى الطابق السابع والله من طبيت انا يعني تحسفت شلون طبيت. روحوا هسه كلهم خلي يدعوهم يزورون مدينه الطب مؤسسه كلش كبيره هذه بس شوف الطوابق مالتها اللي يربخ واللي يعني تعرف شوف. انت تعرف انت دعم المنتوج الوطني نعم. العراق شلون ينهض؟ معامل عندنا مال ادويه اخذ ابو ايمن من الموصل وارجع له زين من صلاح الدين. اي هاي ضروريه مال أهلا دعم المنتوج الوطني. حياك الله. اهلا ابو ايمن. اهلا وياك. انا ادعوك تسمعني من الهاتف ابو ايمن. ماشي ماشي. حياك الله كل الليله. فوت سالم وسولف براحتك. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. بركات. الله يسلمك ويخليك سلامنا للشيخ. حياكم الله. بيضة. حياك. حياكم الله. احنا بالنسبه للمناطق مالتنا مناطق زراعيه واسعه حمضيات نقضيات. نعم. بالوافل المخضر والحنطه والشعير. ابو ايمن انت استرسل بكلامك حتى نسمعك خلص كلامك سولف براحتك لا توقف. نعم 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 ماشي ماشي. هذه احنا يعني هذا البرنامج مقدمينه يعني هاي بالنسبه للحكومه مالتنا ما بيها حياه لا حياه الا من تنادي. ناس عندنا الفلح يعني قصت بساعتينها
30 جرفتها قامت تقص والذب ما خلت كل شيعتها. تجي الموسم توديه للسوق تلقى المستورد بقده 1000 مرة. الناس قامت توديه تروح للعلاوي ما تلقى السعر اللي يفك المصرف مالتها. صحيح. لذلك يعني ما تعرف التجار سياسيين ناس مرتزقة ناس متسوسة لهالبلد هذا ناس يعني ملاحقة عيشة المواطن العراقي. العراقي أصبح يعني ما يعرف شي يسوي ويها الحكومة هذي. تنطي صوتك يوعدك وعود كاذبة ولما يصعد على كتافك ويقعد على الكرسي مالته ينساك بعد وبلش يصرح لك تصريحات اللي تقول اني راح اعيش عيشة الملوك. صحيح. وهناك لما قاعد على الكرسي تشوفه كل شيء ما لا تشوف وجهه لا تشوف خدماته لا تشوف يعني الابسط شيء. ابو ايمن انت منين من صلاح الدين منين؟ اقول لك فد شيء بسيط يخدم المواطن. فد لحظه انت منين ابو ايمن؟ صلاح الدين بيا مكان بالعلم؟ اني من الاسحاقي. حياك الله. هاي من الاسحاق من الاسحاقي. هاي جماعتنا ابو محمد نحييهم. يعني بين يقول بلد سامراء. يقول ثلثين السوالف لميض بلميض. عمي هاي العالم لميض بلميض، انت مو عبالك حجالك يجيك مسؤول وقال لك سوف اعمل وساكون، هذا عوفه. احنا اليوم يقول اسم الله على الحاضر، اليوم اسم الله على الحاضر، انا مخنوق اريد اشتم هواء، انا عطشان اريد قلاص مي، تقول لي بعد شهرين يجيني المي. دور ملموس. انقطع الاتصال؟ اكو اتصال اخر اليوم ما يدورون الملموس. اي يريد يشوف العراقي يريد الملموس. اهلا بالمتصل. لا وياك. حياكم الله، من وياي؟ الو الو انقطع الاتصال، ماكو اتصال نسولف؟ طبعا اليوم الاتصالات ما اليوم الاتصالات ما شاء الله احنا من حق واحنا قاعدين على موت. اي والله. فنشوف نشوف احنا مجمل الحديث اللي سولفناه. نعم. يا اي متصل يقول لك وعود. صح. والوعود كاذبه. اي صحيح. وهي من انت صدقت بكلامك كل. صح. الامور حتى يا اخي احنا نريد يسجل لهم التاريخ. خلي يسجل اكو ها بابل والنعم بابل ايش عندكم اليوم؟ اهلا بالحله. من وياي؟ اهلا السلام عليكم. عليكم السلام، شلون اخوك؟ حياك الله، من وياي؟ ابو يا انت أنا رافد وياك من محافظة بابل. أهلا رافد. أنت يا رافد، رافد الجناحي؟ إيه. أهلا بالجناح، حياك الله. حيا الله أصلك، حيا الله أصلك. والنعم منك رافد. والنعم منك بعد روحي. هلا ومرحبا، فوت سالم. رافد ما عندك حظ ويانا، ما احنا ما عندنا حظ وياك. اكو اتصال آخر. أهلا من سنجار اليوم ما شاء الله الموصل. الوعود عليكم قول جماعتنا ورا ورا صايره وبس ماكو الله يساعدهم. تقرير المفوضيه قريته بالغرق. اي والله. اهلا، من وياي؟ وياك شيخ توفيق من سجان. اهلا شيخنا، حياكم الله. شلونك يا سيد؟ كل الهلا، مليون هلا، حياك الله. اخونا الفضل حدودي من شمال سجان. والنعم منك. ومنك يفضل، والله احنا طرف منكروب وظل كامل. نعم. لا شفنا مسؤول، لا شفنا حكومة، لا شفنا حد داعي لنا، لا شفنا أي جهة رجعتنا. صحيح. زين الحكومة المحلية ما حد راح لها؟ لا ما حد جانا، لا شفنا حكومة، لا شفنا أي حد داعي. أنت روح لهم، أنت روح لهم شيخنا، انداهم ترى العالم نايمة، قول لهم يابا تعالوا لنا احنا بسنجار، دليهم خاف ما يندلون، لأن بالانتخابات يجون يندلونكم. والله انا اشكرك، شاكر اتصالك، شاكر اتصالك، ممنون ممنون. انا كل ما جرى وكل ما صار هو نتيجة حديثنا اللي سولفناه وقلنا عن الصدق والكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه
فعلا كل المصايب ما تجي وكل الطلايب ما تجي الا من وراء الكذب. والكذب اليوم كن صادقا تعيش امد الحياه انت بامان وحتى راحه نفسيه. اكيد النجاه في الصدق. اني اشكرك جدا بالخدمه. واليوم ما شاء الله انتهت سالفتنا ورباطها وحشايتنا كلها. هم الرباط. اي والله هم. وابو علي اليوم نورنا. الله يسلمك بوجودنا. واني اشكر حضورك. الله يسلمك. وانت متالق ورب يوفقك. الله يعزك ويخليك علم وذخر لعمامك واهلك وقرايبك. الله يعزك. تحياتي لك. الله يسلمك. بالكنترول ايضا يشكرون حضورك. انا اشكرهم جدا واشكر القناه واشكر الكادر واشكرك لك شخصيا انت. كفو منك. واشكر الشباب الطيبين الكنترول وعلى هالعمل هذا المبدع. وخاصه الاستاذ احمد يحييك ويقول لك حياك الله. الله يسلمك. واشكر استاذ احمد الطيب. كفو منك. إلى كل عشائرنا العراقية الأصيلة ومن ضمنهم قبيلة آل زيرج. والنعم منهم ومنك. الله يعزك. والنعم منك وكل الأعمار تحييك. يا حياكم. حياكم الله. إذن أحبة المشاهدين أنا أشكر كل الأخوة اللي ساعدونا بنجاح هذه الحلقة. كل الإخوان من أحمد إلى كل الولد الشباب الموجودين بالكنترول وأيضا المصورين. وأنا أشكر لكم حسن المتابعة ونلتقيكم الأسبوع القادم وإلى اللقاء.